أخبار اليوم. السيد اللواء عاطف شعير مساعد الوزير لقطاع الافراد. السيد اللواء حسين هاشم مساعد الوزير لقطاع الرعايه الاجتماعيه. السيد اللواء علي شوقي مساعد الوزير مدير اتحاد الشرطه الرياضي. الحقيقه اليوم ليس يوم الكلام ولا الخطب، انه يوم التفوق مكسورا برائحه عطره، رائحه الجد والاجتهاد، وانه لمن دواعي فخري وعزتي وسروري أن أحظى بشرف التواجد في هذا الفوز بالسنة. ابن الشهيد هيعلم الكون، ابن النجاح بالقلب مطلوب. محمد الوكالي الطالب بمعهد صحي وزارة الداخلية. إبراهيم عطية صحي. نشكر السادة المحترمين اللي اتصلوا علينا بالتعافي وكرم الأولاد، وربنا يزيدهم خيرا. هو أكيد كان في ربنا ما خدش أي حاجة. بصراحة يعني موقف زي كده عوض لينا كل حاجة. طلبات الوزارة، هل الوزارة أثرت معاك في أي حاجة ولا الكل كان معاك متواصل؟ لا والله ما بسوش معايا خاصة.